مشاهدينا مكملين نحن وانتم ضمن فقرات صباحنا غدا اليوم، ووصلنا لمساحتنا الطبيه اليوم مع ارتفاع درجات الحراره. اليوم ما بيقل ابدا امراض الصيف عن الشتاء. صحيح رشا، من اهم امراض الصيف هي ضربه الشمس يلي بتكون يعني اي عرض ممكن، وجعنا راسنا، صار في رعاف، تعبنا، بيشخصوا لنا اياه فورا ضربة الشمس المحيط. فما بنعرف اليوم اذا الشمس مظلومه او هو في شيء ثاني بالقصه يعني. تمام، رح نتعرف اكثر على ضربه الشمس، شو اعراضها، كيف نحن بنتعامل معها، وكثير من التفاصيل مع ضيفتنا الصيدلانيه رشا الموسى. يسعد صباحك يا رشا، واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك نرمين، يسعد صباحك رشا. صباح الخير رشا. صباح الخير، كيفك اليوم؟ تمام تمام الحمد لله. بتعجبني دائما نرمين بتقديمك لهيك، بطيب بس وقت بتكوني بقول لها قدمي بتقول لك رشا. يا رشا كيفك؟ نرمين كلها بتجنن حبيبي. اهلا وسهلا رشا. عم نحكي اليوم عن شيء كثير مهم، ودائما بتنظلم الصيفيه انه هي امراض اقل، ولكن دائما ارتفاع درجات الحراره هو اصعب من البروده. نحن اليوم بالشتاء قادرين نزفي حالنا، ناخذ شيء سخن، ولكن ضمن شغلنا وعملنا مضطرين نحن نطلع ونتعرض لهي الاشعه. احيانا بصيبنا امراض مثل ما قلنا بالمقدمه، رعاف، دوخه، كذا، فبيقولوا لنا اكل بالعمي، اكل ضربه شمس. خبرينا اليوم هذا الشخص اللي اكل ضربه شمس كيف بيكون؟ هلا اولا خلينا نعرف شو هي ضربه الشمس. هلا هي بتكون بارتفاع درجات حراره الجسم بشكل غير طبيعي، يعني بتصير عندنا درجه الحراره 40 درجه مئويه او اكثر، فهون فينا يعني حتما هذا الشخص صار عنده ضربه شمس. هلا ضربه الشمس هي لما بترتفع عنا الحراره لفوق ال 40 درجه مئويه بتعملنا بالجسم اضرار. منها هي الاضرار طفح جلدي، انهاك حراري، اغماء حراري، سكته حراريه او تشنجات. شو يعني سكته حراريه؟ هلا هون السكته الحراريه يعني ارتفاع كثير بدرجات الحراره، فممكن يسبب للجسم اضرار بالغه بالجسم، خاصه الاضرار النبيله، يعني الاعضاء النبيله يعني مثل القلب كذا، هون بتبلش عنا الاضرار البالغه، فممكن الانسان يغمى عليه من ضربه الشمس. بنقول عنها سكته حراريه. سكته حراريه تماما. هلا شو هي اعراض ضربه الشمس؟ هلا اول شيء بيكون عنا اعراض خفيفه، بتبلش عنا بتعب شديد، تعرق، بدايتها بتكون عنا تشنجات بعضلات البطن والساقين، هي الاعراض الخفيفه. بتتطور عنا بعد شوي لطفح جلدي وجلد بارد، بعدين بول داكن، بعدين بيصير عنا الأعراض الخطيرة يلي هي تتضمن الأعراض الخطيرة ممكن يكون رعاف الدم هدول الأشخاص. لا هلا هون بيصير عنا ارتفاع درجة حرارة لفوق الأربعين درجة مئوية، بيصير عنا هلوسات، بيصير عنا تشنجات بعضلات الجسم كاملة، فبيصير عنا اغماء، وهون احيانا بتؤدي للوفاه. مشان هيك رشا كثير بيحذروا من اشعه الشمس دائما، سواء على البشره ولا او على الاعضاء الداخليه تاثيرها قد يعني. الشمس معنا حلوه ومفيده، ولكن عم نحس انه ضررها والتعرض لها بشكل كثير كبير عم بيكون يعني على الجسم قاسي اذا بدنا نقول. طيب حدا مثلا صار معه هي الاعراض اللي انت عم تذكريها او عرض، كيف نحن فينا نخفف من وطئته او كيف نحن ممكن نتعامل معه؟ هلا هون طرق اسعاف المريض. هلا هون نحن اول شيء لما نشوفه حكما هو حيكون تحت الشمس، اكله فورا او جاي من الشمس، هون اذا كان تحت الشمس نحن بناخذه على منطقه فيها ظل فورا. اول شيء بناخذه، اذا كان لابس ثياب ثقيله بنخفف له هي الثياب، بنبلش بالتبريد. هلا بحالات ضربه الشمس ما بنعطي ابدا لا مسكنات ولا خافضات حراره، لانه هون ممكن تزيد الضرر لنا. فلا نحن بنشلحه ثياب اذا كان لابس ثياب ثقيله، وبنبلش بالتبريد. بيكون التبريد اما بزخات مي او بنحط له كمادات حوالين الرقبه او تحت الابطين او بين الفخذين، هدول اكثر المناطق اللي بيصير فيها التبريد سريع. بعدين بناخده انه اذا درنا على البيت، اذا كان طبعا ما نبغم عليه، بنحطه ببانيو مي بارده. هلا اهم شغله نحن وقت التبريد انه ما هي مية الحنفية. تماما، اول شيء انه مي فاتره لحتى يتاقلم الجسم مع الحراره، بعدين بنبرد شوي شوي تمام الجسم مشان ما يفوت بحالة صدمة. حتى بيقولوا حتى بالاستحمام العادي او بموضوع تبريد الجسم مفروض ما يكون المي على كل الجسم، مفروض تكون بشكل تدريجي، يعني تبلش من الرجلين كرمال الدم يبلش يضخ صح داخل الجسم. ذكرتي عم نحكي هاي عن الاسعافات الاوليه لهذا الشخص. اليوم كم ساعه بحاجه الشخص ليصاب عن جد بضربه الشمس؟ هلا في عنا اشخاص بتكون يعني طبيعه عملها بتتطلب البقاء تحت الشمس لفترات طويله. هذا الشخص يلي مضطر انه يضل تحت الشمس، هون لازم كل نص ساعه
يروح على الفي شوي، ياخذ له يعني لو 5 دقائق 10 دقائق تحت الفي كرمال ما يضل تحت الشمس وتصيبه ضربه يبرد وجهه بالمي او يبرد وجهه بالمي، يعطي تبريد، يوقف تحت الظل. فلهيك هلا مين بس شو هي الاسباب ضربه الشمس؟ اكثر شيء العالم بتقول انه يا ربي ليش صابتني ضربه الشمس او شيء. هلا اول شغله كرمال وشنا ما يحترق لازم نحط واقي شمسي، ولازم نجدده كل ساعتين. يعني غلط الوحده الصبح تحط واقي شمسي وتطلع 4-5 ساعات على الشمس. ثاني شيء عنا الثياب الثقيله او الالوان الغامقه لانه هي بتمتص اشعه الشمس، لهيك الفواتح لك البيت فواتح بالصيف هي كرمال بس ما تمتص اشعه الشمس. هلا كمان في عنا الاشخاص يلي ما هم معتادين على الحراره او يلي عايشين بمناطق جوا معتدل وسافروا على بلدان ثانيه قريبه لخط الاستواء او درجات حرارتها مرتفعه، فهدول حكما اكثر العالم معرضين لضربه الشمس. كمان في عنا الاطفال تحت سن 4 سنين او فوق 65 سنة، هدول كثير معرضين لضربه الشمس، بالاضافه للي عندهم امراض مزمنه مثل امراض الضغط، السكري، القلب، الكلويه، او يلي بيعانوا من نحافه مفرطه او بيعانوا من سمنه، هدول كمان كثير معرضين لضربه الشمس. يعني اليوم نسبه كبيره من الناس معرضين لهي الضربه. تماما. او حتى الرياضيين يلي عم يمارسوا الرياضه بجو خارجي حار، او مثلا بيقول لك انا بدي العب رياضه بعز الظهر، لا خلص استنى للمساء. طيب خلينا نحكي عن مدة هاي الأعراض، يعني ظهرت هاي الأعراض ممكن تكون مثل ما قلنا ذكرتيها هي متنوعة أعراضها، قديش المدة الزمنية اللي لازم بعدها تختفي هاي الأعراض؟ هلأ هون تماما الأعراض نسبية، قلت لك في أعراض خفيفة وفي أعراض متوسطة. هلأ الأعراض الخفيفة ما بتطول، يعني شغلتها كم ساعة زمان وخلاص راحت. أما لما بتبلش بطفح جلدي أو هلوسات أو تشنجات بشكل عام وطلعت الحرارة لفوق 40 هون بدنا نسعفه للمريض، لانه هون بده يصير عنا اضرار بالغه بالجسم، يعني هون ننطر عليه، عملنا الكمادات ما نزلت حرارته، فهون حكما على المشفى. حتى بنشوف رشا يمكن الاشخاص بيختلفوا بنسبه تحمله لاشعه الشمس، يعني بنلاقي بعض الاشخاص مثلا خصوصا هلا بالصيف بيضلوا طول الوقت على بالمسبح او على البحر، او حتى مثلا بيحبوا يقعدوا بالشمس ما بيصير لهم شيء متعودين، اشخاص بيطلعوا 10 دقائق بيحمروا بيصير معهم هذا الطفح او حتى الصداع، هون يعني إلى علاقه بقى قدرة التحمل؟ ايه طبعا ايه لها علاقة، لانه هلا نحن عندنا الجسم، هلا في عندنا شيء بالدماغ اسمه الوطاء، هو هذا بينظم لنا درجة حرارة الجسم. هون حسب كمان كل شخص، هلا مثل ما قلت لك من شوي انه في الاشخاص اللي ساكنين بمناطق معتدلة وراحوا على منطقة ثانية هدول ما هم متعودين، اما في عالم مثل ما قلتي انه متعودين يقعدوا بالشمس وبالمسابح وبالهيك، العالم الثانيين ما هم متعودين، فهي طبيعة جسم حسب كل حدا وقدرة التحمل تبعه. حتى بيقولوا وقت نكون بالمسبح او مننزل اطفال بالمسبح انه دائما نزل راسك بالمي ولو ضيقه ونرجع كفي سباحتك كرمال تتاقلم حراره الراس مع الجسم. هلا في نقطتين كثير مهمات بموضوع ضربه الشمس، هي الرعاف ومثل ما قلنا ارتفاع درجات الحراره. اليوم هاي درجه الحراره الجسم طبعا ممكن توصل لموضوع الاختلاج، يبلش شيء هلوس، واحيانا ممكن تصيب برديه وسخونه بنفس الوقت، بنقول عنها حاله اختلاج. فانا يعني شفت حدا انه استخدموا الطفل حطوه بقلب المي البارده حنفية طبعا، بعدين السشوار نشفوا له جسمه لانه يعني حرارة وبردية بنفس الوقت، فقالوا انه هون حالة اختلاج بسبب ضربة شمس. بهذا النقطة تماما بحالة الرعاف شو هي الصح والغلط انه الشخص يرفع راسه او لا انه ينزل راسه ويطلع هذا الدم الفاسد؟ هلا لا هو بينزل شوي راسه لمدة كم دقيقة لحتى ينزل كل شيء دم فاسد وبعدين بيضل طبيعي. أما هلا بالنسبة مثل ما قلتي إنه المسابح أو شيء طبيعي، إنه لأنه مو منطق إنه جسمك يكون بارد وراسك آخذ كل حرارة، يعني أشعة الشمس كلها حتتجمع براسك فطبيعي تماما حينفجر راسك، فلا إجباري بدك أول ما تنزل على المسبح تغط راسك بالمي عشان سلامة الأطفال أكيد. يعني حتى المنقذين بالمسبح والمشرفين دائما بينبهوا على هاي النقطة إنه بلل رأسك كل شوي ما تترك تتعرض لدرجة الحرارة الكبيرة.
تماما. كمان خلينا نحكي بما يخص موضوع ضربة الشمس، ممكن مثلا يكون إلى أعراض هضمية، يعني ممكن مثلا يكون في تأثير على الجهاز الهضمي؟ طبعا، هلأ بالأعراض المتوسطة بتكون تأثير على الجهاز الهضمي. هلأ بس تصير عنا الأعراض أكثر من المعقولة، مو مثل هلأ كلياتنا أول ما نتعرض لضربة الشمس بيصيبنا تعرق وتعب وهي الشغلات، بس بلشنا بالأعراض الهضمية نحن هون فايتين بحالة الخطر، صار عنا غثيان، إقياء، لعية نفس، أحيانا إسهالات، فهون حكما أنت أخذ ضربة شمس قوية. طيب ايمتى احنا لازم نروح الدكتور رشا بما يخص ضربه الشمس؟ يعني حكينا عن اسعافات اوليه بتعالج كل عرض تقريبا، ايمتى احنا لازم نروح على المشفى او الدكتور؟ هلا تماما بعد ما نحن نبرد وناخذ سوائل، هلا اذا كان الشخص ما له مغمى عليه واعي فورا نحن بنعطيه سوائل بارده مشان نعوض من كثر ما تعرق، فصار بده مشان ما يصيبه جفاف صار بده تعويض سوائل. هون في حال ما نزلت حرارته هون حكما على المشفى. طيب رح نشوف الأدوية اليوم ممكن نحن نستخدمها كأسعافات أولية، في شيء يعني دواء أو شيء؟ ضربة الشمس تحديدا أكبر غلط ينعطى فيها أي مسكن أو أي خافض حرارة، علاج التبريد فقط. حتى طيب. البنادول وهي القصص؟ حتى البنادول باراسيتامول هي هون حتكون تأثيرها ضار أكثر ما هو نافع، يعني نحن هون ما رح تنزل حرارتنا. خصوصا مميعات الادويه اللي بيكون فيها مميعات بتضر أكثر بزياده اكيد طبعا يعني. لانه نحن عندنا حراره الشمس بتعملنا توسع بالاوعيه وبالتالي بيخفض لنا الضغط، وبالاساس المميعات بتزيد سيوله الدم فلا بصير كثير هون طيب. حيغمى عليه. طيب وقت بيوصل المريض للمشفى وبتروح الحاله للجهاز الهضمي، اليوم التدخل الدوائي حيكون موجود صح؟ اي طبعا اكيد. ممكن نصنفها يعني ممكن تعمل التهاب امعاء غير الغثيان، بصير استفرغ، بصير امعاءه ابدا ما نعم يعني تكون طبيعيه؟ ايه اكيد في هيك حالات، بس هلا هون ما فيني اعطيكي انه اقول لك انه ايه لازم ياخذ كذا او كذا، لانه هون كل مريض حاله، فهون ما فينا يعني نحكي بالعموم ابدا، كل حدا حسب شو طبيبه بيعرف، شو عنده امراض مزمنه، شو بيقدر ياخذ من الادويه، هون بنشخص حالته، لهيك حتى قلنا انه مشفى مو دكتور او شيء، حكما مشفى. تمام. يعني بدك تحكي شيء رشا؟ لا طيب يعني اخذنا هيك معلومات كافيه منك رشا عن موضوع ضربه الشمس اسبابها واهم شيء مثل ما ذكرتي الواقي الشمسي، الترطيب، شرب المي، نلبس طاقيه قد ما فينا اساسيه نحمي حالنا وتكون حوافة يعني عاليه، ما انه طاقيه هي اللي عم يلبسوها العالم على الموضة، بدها تكون حوافة سميكه، وحتى كمان لازم نحط نظارات شمسيه مشان نحمي عيوننا من اشعه الشمس مو بس للشكل. ان شاء الله رشا هيك حنستخدم هدول التفاصيل والنصائح، البيري والنظاره والواقي الشمسي، بلكي تمضى معنا صيفيه على خير ان شاء الله. شكرا رشا الموسى الصيدلاني لحضورك معنا لليوم وصباحك خير على طول. صباحك خيرات، شكرا كثير لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك.